أنا اسمي ياسمين أزهري، أنا ولدت ونشأت وما زلت أحيا في مدينة اللاذقية اللي هي مدينة ساحلية بسوريا. ابتدأت أنا بالعمل في مكتب والدي بالنقل البحري، كنت كتير صغيرة، كان عمري 17 سنة. والدي كان عنده رؤية مستقبلية على أنه أنا ممكن ساعده بالمكتب، وهيك فتت كنت عم بدرس أدب فرنسي وبلشت أشتغل بالنقل البحري مع والدي. أنا من 13 سنة أنا كنت أول سيدة بتصير قنصل فخري لدولة أجنبية في سوريا، فتحت لي أبواب إلى مداخل أخرى في العمل. هلا أنا البزنس يلي عملته جديد هو أسست شركة ميرا محدودة المسؤولية يلي هي مركزها في دمشق، ونحن نملك بموجبة مثل مجمع تجاري صغير، مول صغير. وأسست شركتين، هي شركة اليم للتجارة محدودة المسؤولية وشركة اليم للنقل البحري. فأنا خلال نهار الواحد أكيد فيني قوم بسبع مهام مختلفة، أو خليني أقول فيني دير سبع أعمال مختلفة تماماً عن بعضها بطريقة متوازية ومتشابكة بنفس الوقت. بلشت أنا أحس أني يمكن صار عندي تميز وقت اللي بلشت أشتغل بالمجتمع الأهلي. عنا مدرسة لأطفال توحد ومتلازمة داون اسمها مدرسة بشائر نور، وأنا أدين لها بالكثير لأنه كتير بحبها وكتير علمتني. بس هي فعليا بشائر نور يلي لقيت حالي فيها، لأنه لقيت يمكن يلي عم دور عليه، يمكن هيدا الزاوية اللي جوا اللي بتمسك من بشخصك بتساعديها وبتساعدك. بدي أقول لك أنه دائماً أنا بنصح الجميع، دائماً بقول لهم هلأ أنا كتير أخوض في مجالات ذكورية، هلأ حتى مجال المولات بعتقد أنا أول سيدة بسوريا بتدخل فيه. أنا ما بمانع أن يكون أول سيدة، دائماً بدي يكون في حدا أول. أنا كنت أول قنصل فخري بصير سيدة، هلأ نحن ثلاثة سيدات. هلأ أنا حتى وقت بسافر على هولندا بيستغربوا أنه في سيدة بسوريا بتشتغل من 33 سنة بالنقل البحري. أنا إذا عندي ثقافة مجتمع بتساعدني، وإذا أنا ساعدت المجتمع على أنه يتقبل امرأة في مجال ذكوري، أنا هيدا اللي بعتبره نجاح. هو ما نجاح لإلي، هو بالآخر نجاح لمرأة، لأنك تقدري تخوضي بمجال ذكوري وتعملي للست دور فيه وتواجد فيه. والدي أنا تأثرت فيه، يعني أنا كتير بحس من جوا قديش بشبهه، يعني بحس حالي أنا قديش بشبهه وقديش بعمل مثله وقديش ردود أفعالي مثله. أنا بحب مارغريت تاتشر، ما بحب كل المرأة الحديدية، بجوز أنا بيسموني المرأة الحديدية، بس أنا بحب كمان لمسات من شخصيتها، أنا بحب لمسات من البصمة اللي هي تركتها. يعني أنا من كذا شخصية بحب جوانب متعددة ومجزأة خليني أقولها. ويمكن سر ما بدي سميه نجاح، يعني أنا ما فيني أعتبر حالي ناجحة، بس سر قدرتي على القيام بكل هالأعمال هي أني بحب كل شيء بشتغله ومقتنعة فيه ودائماً بشوف المستقبل منه. هلأ هيدا الوسام أنا فعلاً فخورة فيه. الوسام هو ديكوريشن نايت، يعني هي فارس. أنا حصلت على رتبة فارس من جلالة ملكة هولندا، وهو لخدماتي المتميزة أو المميزة في تطوير العلاقات بين البلدين سوريا وهولندا. هو أنه تم اختياري مرتين في عامين متتاليين من قبل مجلة فوربس العالمية اقتصادياً بين أقوى 50 سيدة أعمال في الوطن العربي. من كل عدم نجاح خليني سميها، يعني هو اللي عكس النجاح، مشان ما سميها قصة فشل، لأنه أنا لا أعترف أنه في قصة فشل. من كل قصة فشل بتمر فينا حياتنا الشخصية، حياتنا المهنية، حياتنا الاجتماعية، لازم نطلع منها بدرس إيجابي، لازم فعلاً نستفيد منها، ناخدها كمرحلة مرقت بحياتنا نطلع منها أقوى. ودائماً أنا بقول عسى أن تكرهوا شيئاً فهو خير لكم. فعلاً نحن وقت اللي نؤمن بهالمبدأ هيدا، وقت اللي نؤمن أنه نحن كل فشل هو قصة نجاح مستقبلية لإلنا، ما منندم على شيء.